مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. يعني مشهد غير مألوف، مشهد افتقدناه بالآونة الأخيرة، مشهد ما عم نشوفه أبدا، لا بالقهاوي ولا بالطرقات ولا حتى أمام القهاوي الشعبية. نحن موجودين بصيدا على مدخل صيدا القديم. هذا المشهد يعني حدا حامل جريدة صار، إذا فينا نقول اللي صار، انقرض هذا المشهد. يعطيك العافية عم حبيب قلبي، أهلا وسهلا، كيفك؟ أهلين. يعني هذا المشهد انقرض، ما عادش حدا عم شوفه عم يقرأ جريدة لي. والله كانوا بالزمانات، أنا بقرأ جريدة من سن 70. أنا كنت أقرأ لما كانت تطلع جريدة اسمها لسان الحال بعد الظهر. بعد الظهر، ايوه، كانت هذه لسان الحال بعد الظهر، كانت جريده بتحكي كل شيء، لانه الصحف المرئيه غير اليوم الصحف اللي هيدي عم بحطوها. بعدين الصحافه تغيرت كتير، كانوا بالاول الصحافه يعني يعتبروا صحفيين 100%، اليوم الصحافه صارت مثل تجاره، والتجاره اليوم زي الجريده، عم تنكرت الجريده وعم بينكرتوا الصحفيين. انا صرت اقرا جريده، صار لي بقرا جريده انا من سنه السبعين. انا كل يوم كنت اقرا النهار، بعدين بس تطلع لسان الحال، كانت لسان الحال، وامرار نغير نقرا جريده اسمها المحرر. كانت هيدي لهشام ابو ظهر، جريده المحرر. وطب طبعا كان لا في الديار ولا في البرك ولا في هال الجرايد، ولا كان في كل الجرايد اللي عم بتقول عنهم هالي، كانوا من كردين. كان كل بصيدا الانوار والنهار والمحرر ولسان الحال، هال الجرايد كانوا معتمدين، وثلاث ارباع الناس يعني بالمية بدك تقول 70 يقروا الصحف دالي. هلا لما صار في تلفزيونات وصار في الويس اب وصار في الويس اب ودالي، تغير كل شيء. التلفزيون اليوم عم يعطيك اللي هن مكتوبين بالجريده، عم بينقلهم، والجريده ما عم تنقل 100%. بقول لك التلفزيون بيحضر التلفزيون، انا بقعد على التلفزيون وبيحضر كل الاخبار الموجوده. هلا شو بتتابع انت الصبح كل يوم ترى جريدة؟ شو بتتابع فيها الجريده؟ بنشوف شو في الدنيا، شو في بهلا الاوضاع اللي نحن فيها. بنشوف. ليه بتمسك بعدك بالجريده؟ لانه الجريده بتعطيك انت فراغ، يعني انت عندك فراغ مثلا تقعد بالجريده بتتصفح وبتقيم. مثلا هلا مثلا انت بالنهار، بالنهار ما فيك تروح تقدر تدلك قاعد على التلفزيون عم تشوف الاخبار. الجريده بالنهار بتعطيك وبتتثقف اكثر، وبتعطيك يعني تسلي اكثر، لانه الجريده بالنهار غير بعد الظهر. الجريده شكل غير الثقافه فيها، بتحس انه الواحد عم يقرا عم يتثقف، بيتثقف اكثر، لانه هون بالجريده بيتمعن اكثر. الجريده يعني مثلا تاخذنيش الموضوع اللي مكتوب فيها، بيعطوك اياه بحذافيره، بس بقيه مثلا التلفزيون بيعطيك رؤوس اكلام تمرق مشات، تفرق العمليه كثير. يعني يعني اليوم برايك انه العالم قليل ما نرجع نشوف هذا المشهد؟ العالم قليل، لانه هن الجرايد تقريبا انقرضوا. مثلا عندك جريده مثلا كانت المحرر لهشام ابو ظاهر، ما عادش موجوده من كذا سنه. عندك مثلا جريده لسان الحال تطلع بعد الظهر، هيدي تعطي التفاصيل كلها سوا، والانوار جريده لتلخوري. كان هالي جرايد الناس يعني كل مين عنده بيتبع صحفي وموضوع. الصحفي والموضوع اللي بيطبعوه كانوا فيه، مثلا غسان التويني لما كان يكتب مثل هالي، مثلا تخزنيش بهالكلمة، مثلا لما كان يكتب هشام ابو ظهر مثل هالي اللي بيكتبه، او اللي بيكتب مثلا الصحفيين الكبار اللي هن انقرضوا، هالي ما عاش فيه منهم. اليوم في صحفي بيطلع على التلفزيون، شو سمع، شو عمل، شو كذا، بيشتري المعلومة شراي. اليوم بتشجع انت ترجع العالم على القراءة؟ يعني اذا كان رجعت المطابع تطبع الجرايد طبعا، لانه الجريدة بالنهار بتسليك احسن من التلفزيون. وبعدين فيها معلومات اكثر، فيها معلومات اكثر. وبعدين شوف الجريدة، شوف كانوا يعملوا مثلا، في ناس كانت تقرأ الجريدة وتصمدهم. في ناس انا بعرف لهلا عندها جرايد مثلا من سنة الستين. شوف قد في فرق من سنة الستين لهلا، بتحفظوا بالجرايد. يعني الارشيف اللي بيكون عندهم بقلب الجريده بيكون عند ناس في برا منها. حلو. هذا انقرض كله، هذا انقرض. ولا بالمية
عم بيقروا جريده اليوم بالمية انجح 10-15 ما عاش فيه ما لاقيه 2% لا طيب لانه هلا الخاينه اللي كان مع الصحف عم بيقريها يعني حتى هون بهذا الكافيه دائما بتلاقي شباب عم بيقروا فيها لا والله عاملين احنا خاينه هاني هو دائما كل يوم بيجي بيقعد بيجيب الجريده وبيقعد يتصفح حلو انا كان عندي ابن خالتي كل يوم ابدا بده يقرا جريده النهار شو ما كان كل يوم كان حق ربع ليرة شوف قد في فرق من الربع ليرة اليوم قد حق الجريدة فرق كبير 20,000 الجريدة 20,000 الجريدة اليوم ب20,000 هلا شو كانوا يعملوا بالربع ليرة من زمان يصمدوا الجرايد واخر الشيء بيعوهم بالكيلو وفي ناس تخليهم ارشيف مثلا موضوع له اهمته يشيلوه ارشفوا فيه انا بدي اشكرك في شيء بعد حاب تخبرنا اياه بخبركم بدنا الصحافه تكون منيحه مع الناس تعطي النبأ المزبوط لحتى الناس هي تقدر تميز ما بين الصحافه المرئيه والصحافه المطبوعه شو بتقول انت بيقع هيك احلى شيء الانسان يعطوا الخبر زي ما هو ما يدس بسوش ماله انا كل شيء له شيء يعني الصحافه المرئيه غير الصحافه المكتوبه طبعا المكتوبه احلى من المرئيه لانه المرئيه بتسمعها وبتمشي اما المكتوبه اذا بدك ترجع تتمعن فيها ترجع بتتمعن فيها انا بدي اشكرك اهلا وسهلا فيكم شرفتوا اخذ يعطيك العافيه هيك كلمه على السريع بس أرد في ضجة حدا خلينا نزل عندك نزل عندي شوي شو عم تسمع عم تسمع الله بدك لا لا يلا خلينا هيك اليوم عندي لا بديش عنه خلينا نحكي عن الجرايد اليوم أنت كمان كنت تقرأ جريدك اليوم أكيد يعني كانت الجريدة وسيلة الإعلام الوحيدة بالبلد خلص ما مشكل كانت الجريدة الوسيلة الوحيدة هي بعدين اجت التلفزيون الراديو والتلفزيون بعد في ناس عم تجي لعندك تقرا جريدة هون اكيد يعني مش كتير خفيف كتير يعني كتير بس هلا يعني التلفزيون بالمحل التلفزيون بالبيت التلفزيون بالسيارة كل شيء صار بين هذين يعني اذا لقينا واحد حامل جريده هذا يكون لقطناه بالجرم المشهود بكون هو عنده بكون هو عنده غير جريده هذا صار ضئيل جدا تلاقي واحد حامل جريده نوادر 95% ما حدا يرى جريده يعطيك الف عافيه شكرا يعني فاز مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال هو بيروت ستي على فيسبوك يعني موضوع الصحافه المكتوبه مثل ما شفنا الجرائد خفت بنسب كبيره صار نادر جدا ما نشوف احد الاشخاص اللي عم يقرا جريده معظم الاوقات عم لهم حاملين تليفونات او حاملين او عبر التلفزيونات عم بتابعوا الاخبار طبعا يعني هذا الموضوع هو اشكاليه عامه اليوم تراجع الصحافه الورقيه واثار على المجتمع فاذا مشاهدينا كنا معكم بهذا البث المباشر كان معكم محمد زينت يوسف وصوت بيروت انترناشونال